هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ سيبك انت من اللي بيحصل وقول لي. عجبك الدبدوب؟ ميرسي. دورك يا سالم بيه. الشهود من رفايع البنين يا باشا. مبروك. ميرسي. بطاقة بس ده عرفي. وأنا كمان بقول لكم مبروك. ميرسي. ألف مبروك. شك. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيكي. تقدروا تمشوا انتوا. على إذن سعادتك يا فندم. صباحية مباركة يا باشا. ايه ده؟ انت لسه ما غيرتش؟ ده تقل ولا ايه؟ انا عملت اللي انت عايزاه. ممكن افهم بقى ازاي هتنقذيني من الموت اللي مستنيني؟ مش هينفع وانت لابس رسمي كده. احنا هنهزر؟ والله بتكلم جد. وبعدين ما نهزر. ما نهزرش ليه؟ مش انت جوزي وانا مراتك؟ يعني هزار شرعي. لا عيب ولا حرام. وهو حلال يعني انك تلعبي باعصابي بالشكل ده؟ ايه يا بيبي؟ انت هتتعصب عليا في ليله زي دي؟ يا مها ارجوكي ريحيني بقى. ما هو انت اللي فاكرني بهزر او مش مصدقني. لازم تغير هدومك عشان اعرف انقذك. عارفه يا مها لو كنت ما تهددتش انقاذك ما كانش ينفع من غير السائل المنوي. عرفت دلوقتي؟ عرفت ليه كان لازم نتجوز؟ يا صباح الخير. صباح الخير. ايه جاي تطمن على فلوسك ولا ايه؟ لا جاي اصرف شيك واضيفه على حسابي حالا. انا هصرف لك الشيك بنفسي مع انه مش عندي، يعني عند خالد زميلي، بس انا هصرفه لك. طب ما اصرفه عند خالد بدل ما تعبك. لا 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 تعبك روحه. ما انا قلت كده برضه. انا يعني الو ايه صحتك؟ خير في حاجه؟ ايه يا عم؟ يعني رحت وقلت ادولي يعني. مين معايا؟ انا الدكش. امالك ما حسسني انك خط سعيد كده يا دكش؟ فين الفلوس يا سيد؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ ال100,000 جنيه تمن مرات ابوك. زبيده ب100,000 يا راجل؟ ده انا ما ادفعش فيها 100 شلم من المخروم بتوع زمان. مخروم وبتاع زمان؟ حس كده يا معلم تبقى مش لازماك ولا لازم ابوك. لا للاسف لازم ابويا. خلاص لو لازماه ينقط بطايته. بقولك يا دكش انا معايا 2700 جنيه تاخدهم؟ تكمل عليهم 97,300 عشان اخدهم منك. خلاص استنى عليا بقى 97 شهر. ويا زبده فيها كام 97 شهر عشان استنى؟ قدامك 97 ساعه تلمي فيها الفلوس يا سيد. انت ايه حكايه يا ابني 97 معاك النهارده؟ اخر الكلام يا سيد. قدامك 97 ساعه بعدها هكتب على مرات ابوك وهبلغ عن مرات اخوك. سلام بقى يا حبيب ابوك. مع السلامه في 97 داهيه. صباح الخير يا تمانم. صباح النور. امال فين سيد؟ ما اعرفش سعادتك، بس كل اللي اعرفه ان انا من النهارده في شرف خدمه سعادتك يا رمانم. ايوه بس انا ما حدش بلغني ان في حد مكان سيد النهارده. أمرين سعادتك.
ما شفت سليمان وانت جاي؟ لا سعادتك، تحب اكلمه في التليفون؟ قافل تليفونه وما بيردش. طب امرنا يا باشا. مع انه عارف ان عندي طلعه مهمه باليخت النهارده. ما جايز نايم سعادتك. سليمان ده عامل زي الديب، بينام عين مفتحه وعين مغمضه، ده زنام اصلا. يلا بينا، مش قادر استنى اكتر من كده. اتأخرت عليك. كل تأخيرة وفيها خيرة. ايه الأخبار؟ جاهزين على التسليم. استلم منهم يا سيد وحصلني على اليخت. أوامر يا باشا. يلا يا رجالة. هات الشنطة هنا. جيب بقى الموكيت من النص هناك. ارفعه. ايوه جيبه عليك. افتح الغطا ده بقى. حاضر يا باشا. يلا. هات الشنطة دي بقى. ستة في الشنطة تحت. مش عايز تشوف فيها ايه؟ يكون فيها اللي فيها يا باشا، ماليش فيه. طب افتح، انا عايز اطمن. حاضر يا باشا. تمام كده. قفل الشنطه ونزل الشنط كلها تحت وبعدين راجع كل حاجه زي ما كانت. حاضر يا باشا.